يكلفونا او احنا ما عندناش فيه اشكال. احنا صاحب الارض وصاحب واسمه راه في دار الحق هو اللي طلب من هذا الامر في الحياه نتاعو اللي دار طلب في تاريخ 13/2008 طلب من السلطات المحليه تعطيه الترخيص باش يقوم بالعمليه نتاع التسجيل. وشاءت الاقدار انها يعني وهذا الشرف لينا احنا وشرف لكم انتم ان الانجاز تم في الفتره نتاعكم. هذه تبقى يعني للتاريخ للاجيال يعني باش كاش 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 اسئله اخرى او احنا يا خويا شوفك وانتم انا شهاده ديال راك درتوا مشروع وانجاز اللي احيانا الدوله تجزي يقول لك احنا مره جماعة كيما تقويدر كيما محمد كمال كيما جماعة اللي يخدموا في الاخر مره نعجزوا في عمليه تاع 100 200 مليون نعجزوا باش نجيبوها، فما بالك عمليه بهذا الحجم. تذليل العقبات احنا هذه مسؤوليتنا مشكورين عليها. ما عندناش ادنى مشكل في الاداره، هضروا فينا ما هضروا، حابين يديروا واش يضرب بصح اللي حتى في نهايه المطاف ما يقولوش شخص لا 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 ما قاليش ما يقولوش راه داها. نعم شخص فرد او مجموعه اسره سفات. نعم لازم نشكروا بالمناسبه بلديه سيدي عامر. نعم. على راسهم السيد رئيس البلديه. نعم. اللي حتى هو مشى في الطرح هذا تاع المقبره. نعم. لانه كل انسان نقولوا اللي ما ليه هو ما عليه. نعم. احيانا كيديروا حاجه ما تعجبناش نقولوا راكم درتوا حاجه ما تعجبناش. نعم. كي تكون حاجه كيما هذه نديروها. دروك في قضيه الاجراءات الاداريه السيد الوالي انا بلغته بالشيء اللي كاين وكانت هناك مجموعه من العراقيل وحتى من طرف ادارات رسميه اللي حابين يفرينيو لاسباب ما فهمناهاش هذيك دخل فيها السيد الوالي كامل وقال لك هذا مشروع خيري الناس راهم متطوعين بالارض متطوعين بالامكانيات الماديه ويبنيو مشروع كيما هذا دروك بقات احنا اللي ما قدرش يساهم بالناحيه الماديه كل واحد يساهم مستواه احنا المساهمه تاعنا تكون في تدير العقبات مع الاداره هذه هي الوظيفه تاعنا الاجراءات اللي درناها هي انه كي لقينا شويه بعض من الخلوطه في الملف دير محضر عاود دير محضر ولغي مساحه ما هي مساحه انا راني شرات في تطهير الملف باش نعاودو نقسوه ازيرو جميع الاجراءات اللي اتخذت قبل في فتره معينه راح نلغيوها كامل في جميع المداولات ورانا بعد مراسله السيد الوالي باش نلغيو المداولات السابقه كامل راح درنا محضر اختيار ارضيه جديد درناه بناء على المساحه الجديده. نعم. والمحضر تاع الارضيه عندها اللجنه عندها دروك يومين ولا البارح ولا عندها يومين من خرجت اللجنه ونتبعوا لكم الملف تاع نتبعوا الملف ماهوش تاعكم. نعم. نتبعوا الملف تاعنا تاعنا بصيغه الجمع. نعم. نتبعوا الملف تاعنا وان شاء الله هذه تبقى الاجيال راهي 15 قطار تبقى للاجيال. نعم. تبقى للاجيال ربي يتقبل على المرحوم لانه وربي يتقبل عليكم انتم لانكم ان شاء الله ربي يتقبل عليكم انتم لانكم انتم لا تسمح لي نكمل اسي مصطفى تفضل ربي يتقبل فيكم لانه من كما نقولوا الذريه الصالحه راكم انتم تسعوا باش لو كان تشوفوا المجتمع بالك تحبسوا. نعم. بس كي تشوفوا باش ترضيوا الوالد تاعكم وتنفذوا الوصيه نتاعو وتشدوها في الميدان هذه البذره الطيبه والذريه الصالحه ربي يتقبل عليكم وحنا رانا معكم قلبا وقالبا. هذا ما نقدر نقول يعني احنا نعلنها يعني امام الملأ امام الحضور امام يعني ابناء العرش وابناء المسؤولين يعني لكم الفضل يعني الكثير والكبير في العمليه نتاع الانجاز والسهر كما يقول لك يعني على 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 تنفيذ الوصيه نتاع الوالد وراكم مشكورين يعني كما يقول لك يعني ليلا نهارا حاضرين مشكورين وغايبين مشكورين. نزيدوا مشكورين انا نزيد ناكدها السيد راه غايب هو راه قاعد يستشمر حتى هو عنده فضل كبير في نعم في السيد رئيس البلدية. نعم نعم راه عنده فضل كبير في باش تمشي هذه العملية وربي وفقنا راه مشروع خيري. نعم. ولازم نتاكدوا باللي ما كانش حاجة اللي ما تمشيش اللي يتوقع باللي ما تكونش مشاكل هذاك ماهوش مسير. نحن نعرفوا المشاكل تذليل العقبات فما دوك هي هضروا واش يحبوا في نهايه المطاف ما يقولوا لكش وجا الذهب والطيران ولا عطاها القاع ولا نعم نعم ولا وشوف كي ما يلقاكش الناس واش يقولوا يقول لك
كامل المفروض يدير لي وزين وما يديرليش بدا لي الاموات وخلى لي يعني باش يحاول كذا ما يلقاش كيفاه يقول لك يلصق لك شبهه تاع الفساد ما يلقاش يلصق لك شبهه تاع الفساد لانها ما تلصقش المقبره يولي يقول لك الناس اللي فالحين غير في المقابر اي والمقبره باش رانا نسترو اجيال من الاجيال هذه المقبره هذه فيها 15 قطار تكرار هذه المقبره هذه يعلم ربي يعني احنا ما بناش فيه بالك 300 سنه نموتوا احنا نموتوا ولادنا وتبقى الاجيال وتبقى نعاودوا يعني في عجاله برك احنا الشكر راه موصول الى جميع السلطات المحليه وعلى راسها سيد رئيس الدائره هذا هو الكلام نتاعي يعني اي مسؤول محلي مهما كانت يعني المستوى نتاعو او الرتبه نتاعو راه مشكور كما يقول لك يعني سلفا يعني مسبقا على المجهود اللي بذلوا والشكر ليك خاص نتاع لان الانسان كي نتكلموا احنا ابناء العرش ابناء يعني درك اصبحت واحد منا درك يعني ابيت امشيت ولكن مهما يكون لاحظنا وحسينا باللي هناك يعني غيره زايده على 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 اللزوم غيره من اجل تجسيد هذا المشروع والسهر عليه يعني شخصيا سواء من خلالك والشكر موصول الى السيد الوالي يعني باش هذه هي الخلاصه يعني لا نشكرك اسمع ونزيد تسمح لي نقاطعك كاين رجال الخفاء نعم رجال الخفاء اللي راهم يخدموا في الظل نعم اللي بالك الموجوده تاعهم راهي اكثر من الموجوده تاعنا او كيما سي بالعطر جيت شحال من مره ونلقاه هنا يتبع المشروع حنا بن قويدر كاين حنا بن قويدر كاين بزاف الجماعه اللي راهم يخدموا في الخفاء ويخدموا في هدوء وفي صمت يخدموا في هدوء مرحبا هذا محمد كمال مكلف الشيخ اللهم بارك اهلا وسهلا نقدم هذا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا صبحا مباركة ان شاء الله رب العالمين اهلا وسهلا ما شاء الله مبارك يا اهلا وسهلا مرحبا اهلا مرحبا الله مبارك مباركة خير الحال اهلا وسهلا مرحبا
أهلا وسهلا مرحبا سي الاخضر، اللهم بارك وصلنا وسلم بخير بخير معافيه. اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا سي عبد القادر، الله يبارك ما شاء الله. اهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى طريق المستقيم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بشيخنا وملاذنا وعمدتنا الشيخ سيدي عبد القادر ومن معه من التلاميذ والأولاد. حللتم أهلا ونزلتم مرحبا. أهلا وسهلا. وفي البداية سنفتتح إن شاء الله، بما أن الموضوع ديني محض، سنفتتح بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الشيخ بالقاسم. تفضل سيد الشيخ. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. بارك الله في المقرئ الكريم، أتحفنا بآيات هزت قلوبنا وإن شاء الله ستخرجنا إلى النور ويجعل الله فيها آثارا في قلوبنا. أيها الإخوان، مجددا مرحبا بشيخنا الكريم ومن معه، ومرحبا بالوفود أهل الله الذين الآن تهيأوا إن شاء الله للقدوم على الله، ونحن إن شاء الله قادمون على الله لا محالة. وبهذه المناسبة الطيبة الكريمة الدينية، عرض حال قليل مفصل للشيخ سي عبد القادر ومن معه. هذه مقبرة الذي بناها والذي يريد بناءها الآن هي بيت وحدة، بيت الشيخ أحمد بن صالح ولاته بوصية منه، ولها 10 ولا 12 سنة وهي في التداول وفي المشاكل أو التفاوض، والآن قد فتح الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وعلى شيخ البلدية وجماعة وسيد رئيس البلدية والسيد والي الولاية والسلطات المحلية والدرك والأمن الوطني اللي راه موجودين هنا، وكذلك عموم العرش حيث درنا إعلانات في المساجد وغير ذلك حثا على وجود هذه المقبرة، أصبح أكثر من ضرورة لسكان سيدي عامر. ولذلك الآن صاحب الأرض وصاحب لا 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 البنيان هو واحد بيت وحدة، الأرض ليهم ملك أباء وأجداد كالعادات، ثم بعد ذلك هذا البنيان العظيم اللي هو راه يتعد بمئات الملايين، هذا كل على عاتقهم، والآن هم يطلبوا البركة من الجماعة ويطلبوا البركة من رئيس الجماعة هو سيدي عبد القادر. ها هو أتحفنا الله به، وما ذلك إلا كرامة إن شاء الله للآب لكلي وصي، وأيضا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم قد قلوبهم اللي يقدر الشيخ يجي هنا ويشوف هذا المكان ويبارك فيه على عادة الأباء والأجداد. سيدي علي بن عمر الله يرحمه ووسع عليه راح للجبانة وقال لهم هذا ناجي ولي دفن معاه ناجي، وبقات مكان خير يعني لحد الآن، اللي يروح للجبانة الزينة يروح فرحان لأنها كلمة الشيخ، احنا ثاني ناويين الشيخ يقولها لنا. زايد على ذلك إن شاء الله وبالله التوفيق أولاد عامر يجتمعوا بحضور الشيخ على أننا نبارك المشروع، ولازم يكمل المشروع بأي طريقة وتكون فيه جميع المواصفات، لأن حتى الدهر في الدفينة وفي الأمور تبدل. لهذا كلمتي الأولى مبروك علينا زيارة الشيخ أولا، مبروك علينا الرجال الذين ما زال إن شاء الله رجال التضحية كما أولاد أحمد بن صالح ومعاهم رجال أخرين، وما زال الحمد لله الدولة إسلامية مسلمة طاهرة وأبناء طاهرين، الشيخ سوبريف والسلطات اللي معاه ولميري بذلوا أقصى ما في وسعهم في طوع إرساء قواعد هذه المقبرة التي تحوي إن شاء الله 15 نقطار هذه إن شاء الله تهدينا من هذا المشهد. كاين حاجة أخرى ثاني إعلان للجماعة وبحضور الشيخ، هذه رها مقبرة مخططة لها باش تحتوي على جميع المرافق، ما كان عليها نطولوا في الهدرة،
الحمد لله على كل هذا الاشياء هذه. والشيخ راه التالي الشيخ وداء الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا سعيد بهذا اللقاء وبهذه المناسبه العظيمه، وكان الشيخ رحب بي. انا لا احتاج الى ترحيب لانني في بيتي ومع اخواني، انا في محلي، والحمد لله على هذا اللقاء في هذه المناسبه العظيمه المباركه اللي هي تبقى تاريخ وتبقى تراث، وتكون فيها الاعمال صالحه وتنجز باذن الله ما دام راكم حضرتوا بقلوبكم مش غير بذواتكم، راه الله تعالى يكملها. بركه نياتكم والنية من حبسها تكمل، لأن العمل إذا كان لله دام واتصل وانفع ونجح وتبقى ثمرته في الدنيا والآخرة. وهذا من الأشياء اللي هي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة جارية، صدقة جارية إلى يوم الدين. أمين. ما عندهاش حدود، لأن المسجد أو المقبرة المحل هو لله تعالى، هذا غير مملوك لشخص، فهو لله لله. وإن شاء الله وقوفكم هذا هو دليل على نجاح هذا العمل، هذا المشروع، وتتوفر هذه المقبرة على المرافق اللي هي كاينة أولها الماء وبعد ذلك الضوء ومكان وين يغسل الميت ومصلى يكون مغطى على الشمس، ربما تكون جنازة في وقت الشمس أو وقت مطر يكون مكان مغطى، ويزاد لها حاجة أخرى اللي ترد الرحمة للمقبورين هنا الموتى لهنا، وهو مسجد أو على الأقل مصلى، مصلى هكذا يكون تابع للمقبرة، لأن كلها حبوس، كلها لله تعالى، كلها للدين، كلها للأمة، هذه الأمة الطاهرة، الأمة الناجحة في أعمالها وفي نيتها وفي سريرتها ناجحة إن شاء الله، كذلك هذا المشروع ينجح ويكون كامل. أمين. هكذا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحضر إن شاء الله في وقت آخر عند وضع الحجر وعند تأسيس المرافق اللي ذكرناها، المصلى والمكان اللي يصلى فيه على الأموات، هذا وحده يكون مكان مسقف هكا مظلل على الأقل، ومصلى مسجد مسجد لأنه جاء على الطريق وقريب هنا، واللي تحضر وقت الصلاة يلقى بيت الله تعالى يصلي فيها، والبيت لله، وأن المساجد لله، واللي شرف والله تعالى يجعله يشارك في هذا، يشارك بأي وسيلة وبأي مشاركة نافعة لهذا المشروع، ولو بحضوره راه مشاركة، الدعاء مشاركة، التأييد مشاركة، وكل الأعمال الخيرية، لأن هذا شيء منكم وإليكم، وأنتم أهل الخير وأنتم أهل الدين وأنتم أهل العمل، وموش هذا هو المشروع الأول اللي راكم بديتوه، راه عندكم مشاريع كثيرة من زمان الأجداد، وأنتم إن شاء الله من مشروع لمشروع ومن خير إلى خير، وأولادكم كذلك يزيدوا يتمتعوا وينتفعوا بهذه الأعمال في الدنيا وفي الآخرة، وتبقى سلسلة طيبة مباشرة ماشية من جيل إلى جيل، ويزيدوا يقتدوا بكم بعض الأعراس الأخرى هكذا، وتكونوا أنتم سنة، من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، تكون الأعمال تاعكم هذه السنة وشريعة وشرعة للأعراس أخرى وجهات أخرى إن شاء الله تعالى، وأنتم مفاتيح خير إن شاء الله من قديم الزمان مش من اليوم،
وهذا الشيء راه مش كبير عليكم ومش واسع عليكم. وما تقدموا من اي شيء اي ولو حجره يجدكم الله تعالى عليه خير، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. والله تعالى اذا اعطى للعبد رزق حلال راه نعم عليه بخمس نعم. اولا الرزق حلال، هذا وحده نعمه من الله. ثانيا انه يمتع به، ينتفع به في سكناه وفي اكله وفي معيشته، هذا نعمه ثانيه. النعمه الثالثه يوفق الله تعالى باش يشارك باعمال الخير. وما تقدموا لانفسكم وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا في الدنيا. والخامسه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا، يعني يخلف عليه الله تعالى في الحياه، ويخلف عليه ويعوض له في الجنه باكثر من ذلك. ويقدم الشيء اللي يقدمه الان يرجع ويقسم ويقول ما خسر، يعطي فرنك ولا مليون ولا مليار ويحلف يقول ما نقص لي من رزقي، ماهوش حنث، ما نقص مال من صدقه، وهذه افضل الصدقات على الاحياء وعلى الاموات. هكذا وان شاء الله التوفيق اراهم معكم دائما وابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى جميع التابعين وبإحسان إلى يوم الدين. أولا بادئ ببدء أجد نفسي محرجا أن ألقي كلمة أمام هذه الوجوه الكريمة الطيبة وأمام شيخ الفاضل شيخ الزاوية زاوية العثمانية بطولقة، هذه منارة العلم والعلماء، وأجد نفسي محرجا كذلك بإلقاء هذه الكلمة في أوساط السادة أئمة وعلماء مدينة سيدي عامر. في الحقيقة أتشرف وأنا سعيد جدا بأن أكون حاضرا اليوم في هذه المناسبة في معاينة هذا المشروع الخيري، هذا المشروع الخيري الذي بدأت معالمه تبرز على العيان. هذا المشروع الخيري اللي رانا نشوفوا المعالم تاعو بدأت تخرج ونشوفوها في الميدان، يعني هو في الحقيقة هو الثناء والشكر والتقدير والاحترام يوجه أول العائلة الكريمة عائلة كمال وعلى رأسهم الصديق. على رأسهم الأب المجاهد الله يرحمه اللي خلى وصية إنه هذا القطعة من الأرض تكون كما قال شيخنا وتكون وقف لله كمقبرة لستر المسلمين. هذا من جهة القطعة الأرضية اللي مساحة شاسعة، والحاجة الثانية هي أنهم تكفلوا ماديا وماليا بجميع النفقات اللي تلزم هذه المقبرة. وأنا راني ممثل تاع دولة ونعرف الحجم تاع الأشغال هذه والمبالغ تاعها، على بالي بلي مبالغ ماهيش بسيطة. نأكد لكم بلي هذه المشاريع هذه أحيانا والله حتى ما الدولة تعجز باش تجزتها، الدولة تعجز باش تجسد مثل هذه المشاريع، ونلقاو مثل هذه العائلة الطيبة انها تتحمل جميع النفقات، تتحمل جميع المصاريف، وهؤلاء الابناء الذرية الصالحة البررة اللي حاولوا يجسدوا وينفذوا الوصية تاع الوالد تاعهم. انا اعتقد ان الوالد تاعكم راه حاليا راه في اسعد وفي في 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 راه مسرور جدا في قبره، لانه الذريه تاعو نفذت الوصيه تاعو. على كل حال احنا كسلطات محليه ما علينا واجب علينا اننا نرافقوا هذا المشروع ونساهموا ونحميوه ونواجهوا ونردوا عليه جميع 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 النوايا اللي تحبها تفشلوا. على كل حال بالمناسبة نشكر جميع الناس اللي ساهموا من قريب ولا من بعيد، على رأسهم السيد رئيس البلدية
اللي يمهد الأرضية عن طريق الوثائق. السيد الوالي نقلكم الصباح هذيك كنت نهضر معاه، قلت له الشيخ الزاوية العثمانية راه جاي، قال لي روح بلغ له التحية تاعي، روح احضر وبلغ له التحية تاعي، وهو شخصيا من المساهمين في الدفع بهذا المشروع للأمام. نزيدو كان رجال الخفاء كما قلت، كنت نهضر قبيلة مع السيد سي مصطفى، كان رجال الخفاء اللي راهم سخروا الذوات تاعهم، سخروا الاوقات تاعهم وسخروا حتى كما نقولوا الوقت تاعهم الثمين باش يجسدوا هذا المشروع. نلقاهم في الميدان، جيت انا والسيد رئيس المنظره اللي راه هنا وين راه حضرت، جيت انا وياه مره ولا مرتين ولا ثلاث مرات في زياره فجائيه، ونلقاو جماعه في اعز ايام الصيف في رمضان نلقاهم يخدموا شونتي هنا شونتي لهي شونتي لهي، يعني بواحد الحماسه بواحد الحضور ما علينا الا احنا الناس هذو نقول لهم بارك الله فيكم، وراكم انتم بالنسبه لي انا شخصيا بالنسبه لي راكم قدوه. يبقى اهل المنطقه واهل البلديه واهل المنطقه، انا نقول لكم انا شخصيا راه المفروض طرت 3 سنوات وانا هنا في سيدي عامر، يعني شهاده لله والله ما باش نجاملكم ولا نزكيكم، والله هي المواقف تاع الرجوليه ومواقف وين لازم تكونوا في المستوى، نلقاكم في المستوى ونلقاكم اكثر. لقيتكم وشهاده كي نقول لكم الشهاده هذه ما استحق نقولها لكم، انتم ما بتستحقوها، وانما لله الانسان لازم يقول كلمه حق. لقيتكم في مواقف في المسجد العتيق بالعرش تلم ولموا مبالغ محترمه كبيره، والمسجد العتيق رانا نشوفوا فيه راه في متقدم. اليوم نزيدو نلقاو هذه العائله ونزيدو نلقاو هذا الحضور والاعيان والكبار والسعي باش نجيبو الشيخ الزاويه نتبركوا به باش نديروا هذا الانجاز. هذه امور ما تكون الا في السلاله الطيبه وما تكون الا في ابناء الاصل وابناء الناس المحترمين. احنا انا ناكد لكم مدام وعلى كل حال هذا شرف ليا انه شرفني ربي الحمد لله اني نكون رئيس دائره تاع سيدي عامر في الوقت اللي تندر مثل هذا الانجاز. انا ناكد لكم لانه هذا المقبره هذه 15 قطار يتبان لي على حسب ما حكيت مع سي مصطفى كمال، قلت له هذه المقبره هذه يمكن تكفي 500 ولا 600 سنه في اجيال أكثر. انا نتشرف انه حتى من الخط نتاع اليد لاسينياتور تاعي كيف التوقيع تاعي مشى في الملف تاع يبقى للتاريخ. هذا شرف ليا انه ناكد لكم بصفتي رئيس دائره سيدي عامر شفتي ممثل الدولة هنا اننا راح نجري وراء هذه المقبرة وراء الملفات تاعها حتى تنجز وتكون كاملة بالمرافق اللي قال عليها شيخنا، ونجسدوها ان شاء الله ونزيدو نتلاقاو في فرصة اخرى. اسمحوا لي اذا طلت عليكم المقام راه مقام ماهوش سهل باش نهضر في الحضور تاع مثل هذا الناس. اسمحوا لي وبارك الله فيكم، السلام عليكم. وعدكم مبارك، رانا في الايام تاعنا وشريعتكم مبارك اذا ما تلاقيناش في اليومين هذا. شيخ البلديه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتمام النعمه حضور الشيخ سي عبد القادر الذي سمعنا عليه كثيرا وعلى كراماته. وفي الحقيقه ارحب بالشيخ بصفه شخصيه، أما نيابة عن عرش ولاد عامر فمقامه عندنا أعلى وهو من يرحب بنا عنده. سيدي الشيخ مرحبا بكم، حللتم في مدينتكم ونحن على العهد سائرون، ومن معتقداتنا ونعتز بمعتقداتنا أين تحل البركة حيث محل الصالحون، ونحسب الشيخ كذلك ولا نزكي على الله أحدا. شيخنا شرف كبير اليوم أنك جيت وشرفتنا بالزيارة، والحمد لله رب العالمين. لا أزيد على ما قاله السيد رئيس الدائرة، أشكر عائلة المرحوم، وفي هذا يعني في ميزان حسناته أن جمعنا اليوم في هذه الأيام الحرم، إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناته ويتقبل منه ويتقبل من أبنائه. ونشكر السيد رئيس دائرة سيدي عامر الذي كان الدرع الواقي لهذا المشروع، والحمد لله رب العالمين. ومرحبا بك شيخنا، وحلت البركة في هذا المكان بحلولكم هنا. وأما التعهد كما يقولوا نقولوها بالعامية هذه بلامزية، احنا كعرش سيدي عامر بلامزية أننا نخدم هذا الشيء
يكثر خير اللي يتنازل ويكثر خير اللي يبذل ويكثر خير جميع من ساند المشروع، من السيد ثاني رئيس أمن دائرة سيدي عامر، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، الناس اللي راها كما نقولوا مجاهدة في أماكنها. ويبقى الشرف الأكبر لهذا المشروع هو تشريف الشيخ بحضورنا اليوم شيخ الزاوية العثمانية بطولقة، ويبقى إن شاء الله إن شاء الله الأجر الأكبر للمجاهد أحمد بن صالح رحمه الله وبارك الله فيك. اللي بدأ أود أن أرحب بسيدي عبد القادر على الحضور نتاعه وتشريفه يعني أنه زارنا اليوم، وإن شاء الله يعني نتبركه يعني بالبركة نتاعه. ما عساني أن أقول بعدما قال يعني سادتي وأئمتي سواء سيدي عبد القادر أو سيدي محمد أو سيد رئيس الدائرة أو سيد رئيس البلدية أو جمع الحضور، إحنا 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 كأسرة رانا من صاهرين يعني في عرش ولاد عامر، وما نقدوش نتكلموا يعني على أنفسنا، إحنا كأسرة رانا نتكلموا على العرش ككل، ولاد عامر ككل. يعني إحنا شرفنا تشرفنا يعني بحضور يعني تاع سيدي عبد القادر، وتشرفنا اننا احنا نطلبوا يعني من ربي سبحانه انه يقدرنا باش نكملوا الانجاز هذا كما نقول احنا في احسن الظروف، وتابعا يعني لتعليمة سيدي عبد القادر اننا ان شاء الله ربي يوفقنا، دعونا بالتوفيق اننا نكملوا جميع المرافق اللي تكلم عليها سيدي عبد القادر. هذا من جهة. من جهة ثانية ما احنا إلا أبناء من العرش، والمرجع نتاعنا ورجوع نتاعنا إلى العرش باسمكم. يعني أود أن أشكر يعني سيد الوالي على المواقف والحضور نتاعه من خلال سيد رئيس دائرة ومن خلال سيد رئيس البلدية ومن خلال السلطات الأمنية اللي راهي حاضرة معنا هنا. ما عساني أن أقول إلا أن أشكر الجميع على الحضور وعلى تلبيتهم الدعوة، والسيد جارنا وصديقنا ورئيس بلدية بنزوه اللي نرحب به من خلال يعني الجمع الكريم والزيارة تاعه يعني اللي راهي شرفتنا اليوم. سيدي عبد القادر ما عساني أن أقول يعني كلام في حضرتكم، ما عساني أن أقول كلاما زائدا على ما قلتموه. نطلب من كريم فضلكم أن تباركوا لنا المشروع هذا بالدعاء وبأي توجيهات، نحن تحت التصرف نتاعكم. شكرا، بارك الله فيكم. اللهم نجح يا ربي هذا المشروع. آمين. إنه آمين. لك يا ربي. آمين. يا ربي إن هذا العمل لك، لك وحدك، وتبرع به أحباؤك فتقبل منهم قبولا حسنا، ويجعل الخير والبركة لكل من يشارك في هذا العمل. كل واحد منكم راه باني داره، ولما تشترك يشترك العرش كل في دار تاع ربي ما تكملش، هذا مستحيل. هذه من البديهيات، من الأمور اللي تكمل إن شاء الله على أحسن حال وتفرح كل المؤمنين. وما يعرفش الإنسان كلنا هذا هو مركزنا. واحد دخل المدينة قال وين هو مركز المدينة؟ دا واحد المقبرة. قال له كيفاه ديتني المقبرة؟ قال له هذا هو المركز، هذا هو المكان اللي تروح ليه الناس كل، هذا هو كما قال هو سانترفيل، هذا هو المركز، كل الناس تروح لهذا. والناس ناسية الموت وناسية قبورها، ومرها موجود مش عارف مكانه اللي يدفن فيه، ما هو وينه اللي يدفنوه، والفاس اللي يحفر قبره. هذه كل مجهولة، هذه كل إنسان يفكر فيها ويسهل الأعمال اللي تسهل هذا المشروع العظيم بجميع مرافقه. لما يدخل الإنسان لهالمكان يجد فيه جميع المرافق تاع الراحة وتاع الهداية وتاع التوفيق وتاع الدين وتاع القرآن وتاع الصلاة وتاع الإفتاء، توفيق كل خير، لأن أصحابه ناويين الخير وناويين هذا هو. وبقدر ما يكون فيه من الأعمال الخيرية بقدر ما يكون لهم الأجر لهم ولولادهم ولولاد ولاد ولادهم وأبائهم وأجدادهم. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. ويسهل الله تعالى في هذا العمل إن شاء الله، ويجعلنا نحضر في إنشائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم،
ألف يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله المدخل الرئيسي يجي على قريعة الضال. ايوه حاجه مهمه ولكن تفضلنا هذا احسن في الجماعة الحاضرين كل الحاضر والغيب اخوان اللهم اشف كل مريض اللهم اعف كل صحيح اللهم افتح على كل متعلم اللهم اجعل الخير والبركة في المسؤولين دعهم فيهم الخير وفيهم البركة وغمركم الله تعالى بهم البلاد تكونوا انتم كذلك في اعانتهم وتكونوا فيه ويجعل الخير ان شاء الله والبركة للجميع بجاهنا بالشافي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اولاد عامر ان شاء الله لفضيلة الشيخ يتقدم بها السيد رئيس الدائره ان شاء الله ان شاء الله يكرمكم الله تعالى ويبارك فيكم على اكرام مزدوج البرنوس التكريم ويقدمه لرئيس الدائره تكريم اخر اكبر نعم الله ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله محفوظ ان شاء الله الجميع جاهنا بشفيع
يا رب العالمين. ديروا لنا صورة معاك. ديروا الصورة ديروا. ما شاء الله ما شاء الله. رانا في جلسة مباركة، جلسة سعيدة، رانا في جو بهي، جو نتاع سرور، تاع لقاء وإخاء ومحبة تسود هذه الجماعة الحاضرة واللي راهم انصرفوا. من الله علينا اليوم بهذا اليوم المبارك، ونحن مقبلون على عرفات وعلى عيد الأضحى، ونحن في الأيام المباركة هذه إن شاء الله ربي تحفنا بالقدوم نتاع الشيخ زاوية العثمانية سيدي عبد القادر حفظه الله وأطال الله في عمره. راهم قاعدين هنا السادة الطلبة، السادة الأئمة، أعيان بعض من أعيان العرش، وليدات سي أحمد بن صالح راهم اليوم داروا هذه المبادرة الطيبة اللي كان فيها تدشين مقبرة، وكان الحضور تاع الجماعة واللقاء أشوق وأسمى وأرقى. طبعوه هنا سيدي عبد القادر، وجاتنا الحالة مفاجئة، ولو كان يعني لها يعني سابقة لكانت الجماعة أكثر وكان اللقاء، ولكن الشيء هذا فيه بركة. راه شرف بالعرش تاعو اليوم ليدات سيدي حميد بن صالح، والجماعة عندهم أعوان وعندهم في الخفاء شرفوا بالعرش وداروا هذه المبادرة الحسنة اللي تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا المشروع الأساسي، هذا مشروع الخير. بالمناسبة هذه سي محمد جربوعي، سي علي طالب، سي أحمد عبد اللاوي طالب راهم هنا، وسي الأخضر صياد، سيدي عبد القادر الحديبي، الجماعة الحاضرين، الحاج السعدي، سيدي قاسم جمال، الأعيان نتاع العرش، الحاج مصطفى، قاسم سيدي أحمد، حاج البشير، الجماعة الحاضرة والمقدم، كلها إن شاء الله فيها البركة. فهذا بيا سي محمد بالمناسبة هذه يعطينا كلمة اللي عبرنا فيها على هذا اللقاء، ونستنتجوا جانبها إن شاء الله. عندنا لقاءات أخرى وعندنا جلسات أخرى باش ناخذوا العبرة، وباش إن شاء الله نعودوا محضرين نفوسنا أكثر للاستحقاقات الجاية واللقاءات الجاية والتدشينات الجاية. إن شاء الله ربي يزيد لهذا العرش خير على خير، نور على نور، ربي يعطينا عام خريف إن شاء الله. بركة الشيخ اللي جانا اليوم والجامعة اللي حضروا، وهذا الإكرام اللي كرمونا راه ماهيش حاجة سهلة، مجهودات كبيرة، مجهودات جبارة، نشكره عليها، والشكر الكبير راه يأتيه من عند السادة الأئمة، وأنا راني طفلت عليهم برك من الشوق نتاع الفرحة وكذا، وباش نفتح لهم الشهية يكملوا هناك في الموضوع ويميرونا أكثر، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. جماعة الخير في كل وقت وحين والتجديد والتجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن مررنا في هذا اليوم بكل ما يلم بالموضوع، لا داعي للتكرار ولا داعي للذكر، إلا أنه هناك كلمة واحدة خاصة بعرش ولد عامر. أنا نزف التحية خالصة باسم ولد عامر في الحاضر والقائم والساكن سيدي عامر وفي سعادة والجزائر وفي كل مكان، نزف تحياتهم جميعا إلى وليدات أحمد بن صالح، والتي نقولها الآن نقول لهم مبروك عليكم، قد شرفتمونا، وهذه حقيقة لا مقولة وإنما مرئية وفعلية. هذا اللقاء والله أنا كنت نشوف فيه بسيط، ولكن لعلني لا ندرك أبعاده، وأدركت أبعاده بعد ما حصلت، بعد ما حصلت باش عرفت الأهمية نتاعه. نقولوا للصديق هذا تفكير راقي إلى أبعد الحدود، وإحنا بدورنا والله لا نعقد ولا نعرفه، لكنه الحمد لله أولادنا مازالوا فيهم رجال، الحمد لله مازالوا رجال، الحمد لله مازالوا رجال اللي يصنعوا الحدث. الدليل على ذلك ما سمعتموه من رؤساء كالسي عبد الرابط والسوبريف
مش حاجه سهله، مستويات عاليه وشفتوا المشكله وجودها. عارفين فينا ما لا نعرفه بانفسنا، لذلك المنه والعظمه والخضوع والخشوع لله تعالى الذي اعطانا، ونحن مشرئون وطالبون للمزيد من الله تعالى ان يزيدنا من هذا وخيرا منه. فبارك الله في صديق على راس الاسره، وبارك الله في كل من ساهم معه، لانه يريد حتى مصر فارس وحده ما غدا. احنا رانا الرئيس اصلح، كي يصلح الرئيس الخدمه خدمها الشعب الاخر، يعني راها مجهودات راها كذا راها كذا، لكن الراي كان سديد والرئيس كان مصلح. اي اللي راني نقصد به الصديق، وراني قلت لكم وبيه كنت ما ادركش الاحداث، قلت له تعود، فاذا به ظهرت حاجه في اعلى مستوى نضج تاعنا احنا مش لحق. لذلك الحمد لله لكي الرجال فاهم هذا الشيء، وبكل الرجال تختلف التفكير. فنحن ان شاء الله فرحانين فرحانين باللي اولاد عمرو مازالوا بهم رجال عظماء، ورانا شفنا نماذج اخرى، رانا شفنا نماذج اخرى في ولاد عم الحمد لله. لذلك باقي لنا حاجه واحده، احد الطلبه خيروه، لا خيروش، لا راهم كاع خير، احد الطلبه ياخذ لنا المعروف على حفظ العرش وعلى رجال العرش ان شاء الله، الرجال العظماء ان شاء الله ما يخلصوش من هذا العرش. هذه اللي خذونا عليها المعروف، وبالتالي الرزق على الله. سبحان الله. يا سيدي احمد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أولا نحمد ربي على التوفيق وعلى هذا اللقاء الذي اجتمعنا فيه على طاعة الله وعلى تنفيذ مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا في الحقيقة من أجل أن نحفز بعضنا على العمل الصالح، وأنا أعتبر هذا الاجتماع هو من باب التحفيز، لا من باب أننا نزكو في أحد، ولا ولاة الحاج أحمد يخدموا في الخير وينفذوا في وصية أبي، والآب الراحل ما خرج من الدنيا حتى أدى هذه الأمنية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نية المؤمن أسبق من عمله، ويقول تبلغ النية حيث لا يبلغ العمل. هو إن شاء الله دا حاجة اللي داها، وهما عام زادوا أضافوا الأعمال التي تبقى وتدوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا من الصدقات الجارية والمعروفة عندكم جميعا. فنرفع الخضراء إلى الله لهذه الأولاد الصالحين الذين نفذوا وصية الوالد وأزالوا حيرة هذا العرش. هذا العرش كان في حيرة من أمره، على أساس وين يديروا المقبرة، فين يديروا المقبرة، فين يكون المقبرة، فين يكون مشروع، تكون على عاتق الجميع، تكون على عاتق البلدية، وتكون كنا في حيرة من أمرنا. ولله الحمد فتح الله علينا وفتح الباب على رجال، فتح علينا الباب من طريق رجال صالحين نقتدي بهم إن شاء الله، ونستتر إن شاء الله تحت الرداء تاعهم. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم إننا رفعنا أكفنا إليك في هذا اليوم المبارك الذي أنعمت علينا فيه، وأكرمتنا فيه باللقاء بالرجال الصالحين، بأهل الزوايا، بالمشايخ، بالأئمة، بالأعيان، بالرؤساء. اللهم يا رب العالمين، اللهم كما يعني جمعت هذا المجلس المتنوع من جميع الفئات، اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا، اللهم يا ارحم الراحمين واستجب دعانا يا رب العالمين. هذه الاسره التي يعني ابت الى ان تسطر الاموال وتشارك وتقدم لله رب العالمين عملا لا يفنى ولا يزول، فاللهم يا رب العالمين احفظهم، اللهم ارعاهم يا رب العالمين، اللهم اخلف عليهم ما بذلوا يا رب العالمين، ما نقص مال من صدقه، اللهم يا رب العالمين زد في اموالهم وزد في خيرهم وبارك فيها يا رب العالمين، واجعلها اعمالا يا رب العالمين صالحه، واموالا يا رب العالمين طيبه تقرب الى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل اموالهم
تقربهم الى الله سبحانه وتعالى، واجعل اعمالهم مقبوله خالصه لوجه الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاخلاص والصواب في القول والعمل يا رب العالمين، وجنبنا مزالق الشيطان والاهواء، وخذ بايدينا جميعا للخير يا رب العالمين. اللهم بارك في هذه الاسره يا رب العالمين، هذه الاسره التي نفذت وصيه الوالد ووقفت عند هذه الوصيه وبذلوا اموالهم، كان يعني ربما يبدوها في حاجه اخرى ويقولوا لا، ولكنهم لا، قالوا اموالنا ويعني وانفسنا وارواحنا كلها فداء للوالد ان شاء الله، وصدقه جاريه للوالد. والله سبحانه وتعالى يعطي الاولاد ويعطي الوالد ولا ينقص من اجورهم شيئا. اللهم ثبت اجورهم يا رب العالمين، واغفر ذنوبهم يا رب العالمين، وارفع درجتهم يا رب العالمين. يا رب يسترون الله يسترهم، وعاونونا الله يعاونهم، حفظونا يعني هذه الجثث وهذه الاموات الله يحفظهم ان شاء الله. اللهم يا رب العالمين بارك في هذه الجماعه يا رب العالمين، اللهم بارك في جمعنا وجماعتنا يا رب العالمين، اللهم بارك في هذا العرش يا رب العالمين، واحفظه يا رب العالمين، اللهم احفظه بحفظك التام يا رب العالمين، واجعلنا يا ارحم الراحمين في هذا العرش هداة المهتدين. اللهم لم شحتنا ووحد صفنا واجمع كلمتنا على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين بارك لنا في يومنا هذا يا رب العالمين، واجعله في ميزان حسناتنا، واجعله شاهدا لنا لاننا نحسبه من ايامنا يا رب العالمين، لاننا اجتمعنا فيه على الطاعه، واجتمعنا فيه على العباده، واجتمعنا فيه على الخير وعلى الصدقات الجاريه يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم متقلبنا ومثوانا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين محمد كمال رهبه المبارك، اللهم يا رب العالمين احفظه وارحمه، هو من الرجال الصالحين من الناس اللي يحبوا المشاركات ويحبوا التبرعات ويحبوا الاعمال الخيريه. اللهم يا رب العالمين، اللهم الله ان شاء الله ربي ان شاء الله حاج محمد، اللهم يا رب اغفر له وارحمه يا رب العالمين، واسكنه فسيح الجنان يا رب العالمين، ارزق اولاده جميل الصبر والسوال يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اجعل هذه الميلود رقم لكم دعوه، اللهم بارك فيها يا رب العالمين، واحفظها والعاها واعطيها الصحه والعافيه، واجتمع عندها هذا الوفد ان شاء الله ربي يجمعنا خير الدنيا والاخره. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، استجب دعاءنا واشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا امين امين، والحمد لله رب العالمين.